اليوم تواجدنا في جامعة عريقة مثل جامعة اسطنبول لنا ما نقدم كذلك، لنا ما نقدم بالتعاون بالتقارب بين جامعات. مثل ما قلت وأكرر ما قلت أن أساس الحرية والتنمية وكل شيء والانعتاق من العبودية هو التعليم، ولا شيء آخر غير التعليم. هذا ما عرفته تركيا وهذا ما نعرفه احنا نحن اليوم. أتمنى إن شاء الله العلاقات بين جامعات الجزائر والجامعات التركية تتكثف. شخصيا كرئيس جمهورية خديت قرار وبلغناه السيد وزير التعليم العالي والسادة عمداء الجامعات أن الجامعة اليوم في الجزائر مستقلة تختار توأمة لتساعدها. من يريد الجامعة التي تريد توأمة مع اسطنبول فلها ذلك، ومن تريد التوأمة مع القاهرة فلها ذلك، ومن تريد التوأمة مع السوربون فلها ذلك، حتى نتفتح نهائيا على عالم العلم والابتكار، وهو الضمان الوحيد لاستقلالنا وقوة اقتصادنا وعتاق الجزائريات والجزائريين من كل شكل من الأشكال الجهل والعبودية. الحمد لله والشكر لله أن بعد ما حرمنا من التعليم لمدة قرن وثلاثين سنة أيام الاستعمار، اليوم أصبح الدخول المدرسي في الجزائر دخول مدرسي حالي 2021-2022 كان الدخول المدرسي بعدد 12 مليون تلميذ بين الابتدائي حتى البكالوريا. ولما نجمع طلبة التعليم العالي مع طلبة التعليم المدرسي نجد أن العدد ضخم وضخم جدا، يقارب 15 مليون هم اليوم في المدارس في الثانويات وفي الجامعات، وهذا يساوي 30% من سكان الجزائر. اليوم 30% من سكان الجزائر هم في التعليم في طور أو آخر وعلى عاتق الدولة الجزائرية، لأن من بداية الاستقلال كان التعليم ولا زال التعليم عندنا في كل مستويات التعليم مجاني، حتى نسمح لكل الجزائريات والجزائريين باش يستفادوا من التعليم بدون فوارق مادية أو فوارق طبقية. مرة أخرى شاكر لكم كثير هذا الشرف الذي منحتموه لي بالدكتورة الشرفية. نتمنى إن شاء الله هذه تضاف إلى العلاقات المكثفة والطيبة بين البلدين الشقيقين جمهورية تركيا وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. وفقكم الله ووفقنا إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.